مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من رجع توكينج لايف. أول إشي خليني أشكركم كتير على متابعتكم ومشاركتكم للقناة وكل الفيدباك أو الكومنتس أو التعليقات اللي عم بتعلقوها، فشكراً كتير. اليوم بدنا ناخد شوي منحة تاني غير منحة التطوير البشري والنفسية وموضوع السعادة وكيف إنه إحنا نكون مبسوطين. اليوم أنا بدي أحكي بموضوع الكوفيد 19 بانديميك وشو عمل فينا كأهالي وأولادنا، كيف قاعدين بتعاملوا بالموضوع. هلأ الموضوع هذا ممكن بخص أكتر الأهالي أو العرب اللي موجودين في منطقة أونتاريو أكتر من باقي كندا، لأنه إحنا التعليم عنا بهذا الوقت الحالي is online، عم بتعلموا الأولاد عن طريق الكمبيوتر من البيت، والسنة الماضية أغلبها كانت هيك. بس أنا كمان بعرف إنه في كتير مناطق بالعالم أو بكندا كمان الناس قاعدين بتعاملوا أو بدرسوا أونلاين الطلاب. هلأ الطلاب تبعون المدارس راحوا على المدرسة شوي وبعدين بدوا، بس طلاب الجامعات ضلوا دائما أونلاين. الموضوع تبع اليوم أنا اللي بدي أحكي فيه للأولاد العرب اللي عم بدرسوا أونلاين وبالمدارس. المدارس عم نحكي يا الثانوية يا الابتدائية. أنا اللي عم لاقيه واللي عم بشوفه من خلال تعاملي مع الأهالي والأولاد إنه موضوع الكوفيد 19 بصراحة ورجى أشياء كتيرة، اللي هي المجموعات اللي بتبقى زي ما بنقول vulnerable أو مجموعات اللي هي مثل عندها مثلا حواجز. عندك حاجز اللغة إذا الأهل ما بيحكوا باللغة، عندك حاجز التكنولوجي إذا الأهل منهم متعودين إنه يستخدموا تكنولوجي أو كمبيوترات، عندك الحاجز المالي إنه أنا ما عم بقدر أشتري إذا عندي 5 6 7 أولاد أشتري لكل واحد فيهم كمبيوتر علشان يروح أونلاين. هلأ المدارس بأونتاريو كتر خيرها أتليست عنا ببيل ريجن منطقة ميسيساغا وبرامتن وكاليدن أعطوا أجهزة للأولاد والعائلات اللي ما عندها أجهزة كمبيوتر، حتى لو كانت كرومبوك أو كانت آيباد أو إذا عندهم كمبيوترات هم ما بدهم إياها أعطوهم للأهالي وقالوا لهم ما ترجعوها. هلأ مشكلة الأجهزة انحلت، بس في عنا مشكلة تانية، مشكلة اللغة، المشكلة إنه الموضوع كمان طول كتير، المشكلة إنه نخلي أولادنا يقعدوا يدرسوا ويتابعوا. الأهل تعبوا، الأولاد تعبوا، فالكل منه مبسوط بالوقت الحالي. بس خليني أنا دايماً بحكي على توقعاتنا وعلى إنه الواحد يطلع على الأمور بمنظور تاني. فأنا بعرف عندكم صعوبات definitely، ما في حكي اثنين بيختلفوا على هيدا الحكي. في صعوبات بالتعليم اونلاين، في صعوبات انه الاولاد يفوتوا على الاونلاين، في صعوبات انه الاولاد يعملوا واجباتهم، في صعوبات انه يحضروا الدرس نفسه، في كتير صعوبات. هلا كتير من الاهالي عندهم ضغط زاد عليهم بكتير من تحت راس كل هاي الصعوبات. بس أنا هدفي على هاي القناة إنه أسهل عليكم الأمور وأخلي حياتكم تكون سعيدة وسلسة وأسهل بالتعامل. خليني أنا أحكي إنه أوكي عندنا كل هالصعوبات إحنا عم نواجهها، نفس الصعوبات كمان في ناس تانية عم بتواجهها اللي هن غير العرب. بس هلأ كمان تحدياتهم ممكن تكون غير عنا، تحدياتهم ممكن تكون أقل منا، and ممكن الأولاد يكون عندهم دافع أكتر إنهم يدرسوا. هلأ أنا اللي علي بدي إلكم إياه إنه خلينا نغير شوي من الطريقة اللي منطلع عليها أجين على الأمور اللي هي أشياء كلها سلبية. صح في تحديات ما اختلفنا، في صعوبات ما اختلفنا، الأمور ما عم تمشي كويسة ولمصلحتنا والأولاد ما عم بيعملوا يمكن كويس كمان. صحيح كأب أنا إيش ممكن أعمل لأوفر
الظروف المناسبة لابني. أول إشي أنا بعرف كتير من الأهالي موفرين أماكن للأولاد يقعد لحاله بأوضة، عنده ميكروفونات، عنده الجهاز تبعه، فالدور هذا الأهل عاملينه. هلأ الشغلة اللي أنا بدي أحكي فيها إنه إحنا مش على الأشياء الفيزيكال أو المادية، الحياة المادية. الأشياء اللي بدي أحكي فيها أنا إنه إحنا كأهالي مفروض نصير إحنا كمان نتطلع على الأمور من منظور إيجابي، نتطلع على إيش الأشياء الكويسة اللي فيها التعليم، وما تقولوا لي ما في إشي إيجابي، لا في أشياء إيجابية. صح يمكن الضغط عليكم زيادة، يمكن الأولاد جننوكم، يمكن الأولاد ما عم بدرسوا هاد، بس تعالوا نلاقي طريقة ومخرج إنه إحنا نتطلع على الأمور بطريقة إيجابية علشان نقدر نخلي الأولاد كمان يفكروا فيها بطريقة إيجابية وينبسطوا. يعني أنا بعرف عائلات حكيت معاهم الأولاد تبعونهم مبسوطين على الآخر بالأونلاين. ليه؟ اسألوني. أوكي مبسوطين لأنه ما حيقوموا من الصبح بكير بكير كتير ليروحوا يلبسوا ويطلعوا على الباص ويوصلوا على المدرسة قبل بوقت، الوقت هاد بناموا فيه. وما أظني في ولد بالدنيا بعرفه أنا ولا أنتوا بتعرفوه ما بحب يضلوا نايم بدل ما يبقى فايق من صباحية الله ليروح على المدرسة. سو هاي شغلة إيجابية. سو هاي الشغلة ممكن نحكي فيها مع أولادنا إنه ممكن هاي الشغلة، طب ما أحسن لك حبيبي ما أنت قاعد بالبيت بدل ما أنت هلأ تقوم من صباحية الله وتلبس وتغسل وتطلع. فعلشان هيك الموضوع هذا ممكن نعطيه إحنا جانب إيجابي. الشغلة الثانية أهم شيء إنه أنتوا تخلوا روتين، يعني كأنه الولد رايح على المدرسة، بيقوم الصبح بيحضر صفه، بياخد البريك لما المدرس يقول له ياخد بريك، بروح على اللانش أور ياخد هاي اللانش، يلعب مع أصحابه، يغير جو شوي معاكم بالعيلة. فتخلي هذا الروتين اليومي دائما موجود حيساعد كتير إنه ما يتغير رتم الحياة على الولد ولا عليكم. وهي مهمة إلكم حتى إذا كنتوا بتشتغلوا من البيت، ولا ممكن نحكي على هاي مرة تانية، بس إنه نخلي الرتم اليومي موجود والروتين يضلوا موجود. هاي من أحد الأشياء اللي حتساعدكم كتير إنه الأولاد يكونوا أسهل التعامل معهم إلكم، ويكونوا هن أشطر بالدراسة وإنه بدهم يدرسوا. فهي كمان طريقة تانية. فهلأ أنا بدي إياكم تقولوا لي، أنا أولادي كبار وبعرف إنه كمان كتير عم بلاقوا صعوبات بالأونلاين، هلأ بنحكي على طلاب الجامعة بعدين probably، بس كمان عم بتلاقي الأولاد أنتوا عم ما عندهم حافز يقعدوا يدرسوا، يقعدوا يحلوا واجباتهم، أو كمان ممكن يقولكم أي أنا عملت الواجب وهو بكون ما سلم الواجب، أي أنا عم بحضر الصف وأنتوا بتشوفوه قاعد على الكمبيوتر بس هو مشغل الدخل على الصف، مسكر الكاميرا، يا بيلعب على البلاي ستيشن، يا بيرد على التليفونات على أصحابه، يا بيعمل شيء تاني. فهاي كمان بدها متابعة منكم، وأي نوع إنها مهلكة ومتعبة بس بدها لازم المتابعة إذا بدكم الأولاد ينجحوا ويستقروا وإنتوا كمان لقدام تكون حياتكم أسهل. فلت أس دو ذس. هلأ أنا بدي منكم إنتوا تفكروا معي وتقولوا لي إيش الطرق الثانية الإيجابية من التعليم اللي ممكن إنتوا تعلقوا عليها تحت بالكومنتس أو لما تشاركوا بالفيديو، علشان إحنا نخلق مجتمع هيك صغير حوالينا اللي بيساعد بعض ونعطي بعض أفكار إيجابية. فإيش في أشياء تانية؟ أنا أعطيتكم شغلتين، فقولوا لي إيش الأشياء الإيجابية اللي ممكن أنتوا تحكوا فيها مع الأولاد بالتعليم أونلاين. يلا الله معكم، شكرا كتير، وأشوفكم على خير وسلامة. I love you all، وأشوفكم حلقة جديدة من رجا Talking Life. مع السلامة، باي باي.